طيب احنا الملف اللي عايزين نتكلم مع حضرتك عنه ملف زي ما نهاوند كانت بتقول من شويه في منتهى الاهميه، وادركنا اهميته كجماهير للنادي الاهلي بصفه خاصه اخر كام سنه بشكل استثنائي. ليه؟ لان احنا شفنا النادي الاهلي بيلعب مثلا في الاسبوع الواحد اكتر من ماتشين، يعني في فترات معينه كنا دايما بنتكلم حتى وبنشتكي من تلاحم المباريات ومن توالي البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي الى اخره. هنا بقى بتبرز اهميه الاحمال وفكره اللياقه البدنيه عند اللعيبه. ف الحكايه بتمشي ازاي؟ الاعتماد بيكون بالكامل على الاحمال ومحاوله الارتقاء بمستوى اللياقه البدنيه عند اللعيبه، ولا بيساند ده كمان الروتيشن اللي المدير الفني لازم يعمله في حال اجهاد الفريق؟ شوف نهاوند قالت كلمه حلوه قوي بتاعت القدر الاهلي ان هو يبقى دايما في كل الحته بتاعت بيبقى اندر اتاك دايما تحت الهجوم. حتى امبارح على مستوى الاهلي الفريق تلاقي ان الفريق كله مش قالب بدني واحد، مضغوط وشغال في الموسم، وانت دايما بتحس ان انت الكره يا استاذ كريم دلوقتي في العالم كله مركبات، يعني مركب بدني فني خططي. فانت النهارده عشان تبقى فنيا كويس وتقدر تنفذ المدير الفني بيقول لك عليه لازم تبقى جاهز بدنيا، والجاهزيه البدنيه استتبعها اعداد بدني. في فتره من فترات المواسم ما بتقدرش تعمل اعداد بدني، يخش عليك الموسم وانت خلاص بقيت في منافسه واثنين وثلاثه، انت مش قادر تدي اللعيب صفه بدنيه، يا دوب بتحافظ على مرتبه اكتسابه من مقدرات بدنيه وتوجهها لخدمة الفني. وهنا زي ما بيقولوا كده بالبلد الحرفنة، ان انت تخلي البدني يخدم الفني في اطار ضيق من غير ما تجهزه، دي حاجة. الحاجة التانية اللي نفسي تبقى موجودة بقى في مصر، ويعني هي تقريبا مش موجودة، ان انا يبقى في سكاوتنج بدني زي ما في الاناليسيس ده فني، لازم يبقى التحليل بدني. يعني الراجل ده عمل كام شورت سبرنت، كام لونج سبرنت. الشورت سبرنت ده ليه؟ انا بعمل سرعه قصيره عشان اخلق مساحه او عشان اخد مساحه راجل يديني كوره زي كهربا مثلا. شوف بقى لما نيجي نعمل سكاوتنج، لو الكلام ده كان خدم كولر امبارح من الشوطين، لو عمل سكاوتنج على اداء كهربا في حته انه باخد ويعمل فينش مش زي بيرستاو مثلا، مش زي حسين الشحات، يبقى كان الراجل بتاع التحليل الوظيفي البدني فني مش الفني بس، كان قال له ان كهربا النهائيات الفنيه سيئه، فده يستتبعه عدم جاهزيه بدنيه، انا اقدر ادي 40 دقيقه واتعب فاقوم واخد مثلا كهرباء. اتدخل في التغييرات في جوارديولا في السيتي وفي في اوروبا، الناس اللي هم بتوع الاناليسز هم اللي بيحطوا التغييرات يا استاذ نهاوند. يعني يقولوا الاستاذ كريم في الباك رايت حمد هاني مثلا ما رفعش كروس اوفر طول الماتش، يبقى في عندي خلل في الهجوم في الحته دي، بيعمل الاسيستنت او المساعده الهجوميه كويس انما ما بيعملش كروس اوفر، ما بيخدمناش هجوميا. بس انت عشان توصل للكونكلوجن زي ده لازم تبقى متابع اللاعب فتره طويله، تحليل وتركيز بالظبط. ما هو انا يا استاذ كريم انا بكلمك على ما يجب ان يكون، سيبك من ما هو كائن. حتى انا بكلمك مع نادي زي النادي الاهلي البطل، انت عايز تبقى بطل، حتى انت بتغير في اثنين لعيبه على الخط مش كده؟ وجي فينا جول. ايوه. كان لازم يبقى في بلان 2، لان انت وانت بتغير انت كنت بتغير وانت 2-0. فبقت 2-1 بقت مشكله. فلازم كان في بلان 2 ان انت وانت بتغير على الخط ودخل فيه الجون اعمل حاجه ثانيه بقى، اسيب الراجل اللي فايق واطلع الراجل اللي قليل شويه وابدا. انا مش فني عشان اقول لك اللي المفروض كان يتعمل، او انا ما بعدلش على كرة لان هو بيفهم فن اكتر مني. مرجعيه لياقه وجاهزيه. انما انا انما انا بكلمك في الاطار بقى اللي هو ايه، انت الاول وانت بتنزل 2-0 ما كنتش مزنوق قوي، كنت بتحاول تعزز وتقفل برضه عشان تحافظ على النتيجه. النهارده انت بقيت 2-1 فخلاص، لا انا عايز اجيب 3-4. كان المفروض يبقى في بلان 2، وده مش دور المدير الفني، لان المدير الفني عامل زي كل حاجه، فاللي بيعمل كل حاجه في الماتش بي 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 لازم تلاقي خلل. دور الراجل بتاع البدني، دور الراجل بتاع الاناليسيس الفني التحليل، يقول له ان انا الخلل عندي في الحته دي او ناخر ده ونزود بده او ندفع بده، الكلام ده كله.